طبعا انا بهني طبعا اعضاء وجمهور نادي الاهلي وادارته طبعا على مرور 111 سنه طبعا، وطبعا الواحد سعيد اللي هو يكون موجود في نادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا حاجه احنا من ابنائه، وحاجه طبعا حاجه تسعدنا ان احنا نكون موجودين، وان شاء الله نكون في انتصارات دايما على طول. والف مبروك، وان شاء الله نتمم على خير ان شاء الله.